شوفوا الموقف الجميل ده، تفضلي لو سمحت. الموقف مؤثر جدا، يعني نفس موقف المايك خالد. عايزه على قد ما بتهتموا بالمصر، نفسي برضه تهتموا بنفسكم. يا سلام. ما تنسوش نفسكم في المطبخ. المطبخ شيء جميل ولازم واقرب طريق للراجل المتعب. بس في نفس الوقت تهتموا بمصرك وبزمانكم علشان تبقوا سعداء. ولما تبقى سعيدة هتسعيد كل اللي حواليك.